حسنا، هذا مجددا. وأولا وأقول كل شيء، أنا أمثل حريين يحيى من تركيا، والجميع يمكنهم أن يحصلوا على المعلومات من موقعي. جوهر الموضوع هو أن أي مستحاث نجده وهو يدحض نظرية تطور لداروين، لأن هناك 200 مليون مستحاث الآن، وكل مستحاث ترفض نظرية التطور وتثبت أن الخلق عائد إلى الله، لأن هذه الأشكال المتطورة التي تتحدث عنها نظرية داروين ليست موجودة على الإطلاق، حتى ولو أكدها علماء مدافعون عن التطور. فهناك تغير صغير بين الكائنات، وقتها عليهم أن يظهروا لأننا مراحل التطور هذه هي المتخيلة التي لا توجد، فليست لدينا كائنات من هذا النوع، وليس هناك كائن موجود منها على الإطلاق. وأردي هذه التي يتم الحديث عنها وجدوا جزءا من المستحاثة، وهو وجدنا مثلا له في الماضي في يتمثل في أرباجيدس راميدس، وهو الإنسان البدائي، وهي عبارة عن قردة خلقها الله، والله خلق الإنسان. الداروينية هي تدحضها كافة الأدلة العلمية. هناك 200 مليون مستحثة رفضت النظرية الداروينية، ذلك أن كل مستحثة تظهر في التاريخ بشكل معقد ورياضي وهندسي، حيث أنه ليس هناك أبدا أشكال متحولة ولا تتغير لملايين السنوات. السيد عدنان وكتار دفع 7 ملايين دولار يدفعها لأي شكل متغير، لكن لم يظهر أحد أبدا. إذن هذه مستحثات لقرد، لكن المؤمن بنظري الداروين يأخذون مستحثات للقردة في الماضي ويأخذون هذه المنقرضة ويقدمونها على أساس أنها أسلاف للبشر. لا، الله خلق القردة وخلق الإنسان كإنسان، لأن الإنسان كائن مفكر، وهو يمكنه الحديث، ويمكنه يصنع الحضارات، ويمكنه أن يفعل الأشياء الكثيرة. إذن من المستحيل أن التحول وتطور حدث. حتى خلية بسيطة، هناك الكثير من الخلايا البروتينية الموجودة في هذه الكائنات، وهي مختلفة تماما عما هو موجود الإنسان. حتى خلية بروتينية ظهرت بالصدفة، لا يمكن أن تكون ممكن على الإطلاق، لأنك إذا أجريت عملية حسابية وإحصائية، فإمكانية وجود 500 من هذه الخلايا وأن تظهر بشكل مصادف تمثل فرصة واحدة من 150 من الإمكانيات. إذن مستحيل أبدا، الأمر مستحيل، لأن أي شيء في الرياضيات يكون أقل من 10 و50 يعرف على أنه مستحيل. إذن بروتين واحد لا يمكنه أن يظهر لمحض الصدفة. وبعد إذن كي لا نغرق في يعني في محاولة لنحاول أن نبسط الموضوع أكثر. نعم، التطور يرتكز على آليتين: الاصطفاء الطبيعي والتغير. التغير هو تغييرات مصادفة في الجينيات، ونعرف من علم الجينيات ومن الكيمياء الحيوية أن أي تغيير في الحامض النووي يجعل الإنسان مشلول وبعدها يموت. هناك بعض التجارب قاموا بها من 600 سنة على البكتيريا، والتي قامت بتزوير التغيرات، وأنها ليست آلية فعالة. لكن القضية المهمة هو أن التطور مستحيل، ونعرف ما قاله داروين. هو دعني أقرأ من أصل الكائنات كتابه، لقد اعترف بأنه ليست هناك مراحل تغير، وقال بأن الكائنات تحولت من كائنات أخرى، ونرى هناك مراحل تطور بدلا بالكائنات كما نعرفها الآن، نعرفها من خلال أشكال كانت موجودة. لماذا لا نجد موجودة في الكائنات السابقة؟ داروين قال أنه ليست هناك أشكال متحولة، وإذا لم تكن هذه هي الأشكال بين الكائنات، هذا يعني ليس هناك تطور. الله لم يخلقنا خلال تطور، وإنما خلقنا حسب القرآن على هذه الشكل. كذلك هناك الملايين من المستحثات العلمية التي تقول نفس الشيء. أي تغيرات مصادفة
لا يمكنها أن تخلق الحياة. نعرف الآن بشكل علمي أن الأمر منطقي ومغير العلمية أن ندافع عن الداروينية. الداروينية هي نظرية غير دينية تقول بأن الإنسان خلق طبيعيا. هذا هو المستحثات تقولنا لأنه ليس هناك إشكال ما بينية بين الكائنات. مثلا ليست لدينا هذه الكائنات متشاطرة. المستحثات تبدو في تاريخ الكائنات وهي لا تتغير لملايين السنوات. هذا مثل السهارو يحيى الذي وضع الكثير من الصور. الداروينية لم تتحدث عن المستحثات أو قدمت لنا مستحثات حقيقية، لأن هذه المستحثات تقول بأن الله خلقنا، وهذا مؤكد بالمباحث العلمية الأخرى، وهي تؤكد على ذكاء الكائن. إذن الداروينية ستختفي، وإذا نظرنا إليها لقد هذا بدأ للعلماء بدأوا يؤمنون بالإله، لأنه يخبرنا بشكل منطقي أن يتغير بمحض الصحفة في الجينات الحية يجعل هذه الكائنات الحية مريضة ومشلولة أو أنها تموت. إذن هل عرفوا هذا من التجربة ومن الملاحظة؟ إذا النظرية الداروينية لم تكن أبدا نظرية. النظرية تعمل كالتالي: أولا أنت تضع فرضية، على كل يعني الدكتور أكتار يرى حقيقة الأمر هي أن الداروينيزم هي نظرية ملحدة، وهذا ليست وجهة نظرية الخاش. مثلا ريتشارد داركنز من المملكة المتحدة يقول داروين جعل من الممكن أن يصبح مثقفا ملحدا، وكذلك رئيس منظمة الإلحاد في أمريكا قال أن التطور يعاد بالإلحاد. ذلك هو السبب بأن الداروينية يتم دعمها دون مبررات علمية. هي عبارة عن دين مزور. ذلك أن في القرن 18 200 مليون شخص قتلوا نتيجة للداروينية. إذا شقاؤنا وشقيقاتنا المسلمين عبر العالم يجب أن لا يقعوا في فخ هذا الدين المزير، لأنه في القرآن الأدلة تقول لنا أن هناك 200 مليون مستحث. القرآن يقول أن الله خلقنا وليس بحاجة إلى أسبار مثلا في سورة. شكرا لك الدكتور أختار بابونا. شكرا لك من اسطنبول الدكتور أكتار بابونا الباحث والناطق باسم مؤسسة البحث العلمي.